ونتابع معكم الآن أهم وآخر أخبار الطقس. يستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة مصطفى مزار. إليك مصطفى من جديد. شكرا من جديد زميلي محمد، وشكرا أيضا ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وفيها الجو مائل للحرارة في الأسكندرية 24-16 وفيها الجو معتدل، في مطروح 22-16 وفيها الجو معتدل، في بورسعيد 24-17 الجو فيها معتدل، في الإسماعيلية 29-18 والجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 28 درجة والصغرى 17 درجة والجو فيها مائل للحرارة، في العريش 23-17 والجو فيها معتدل، وفي طابة 28-18 مائل للحرارة، في شرم الشيخ 31-22 الجو فيها حار، وفي الغردقة 30-21 وفيها الجو حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 32 درجة مئوية والصغرى 19 درجة والجو فيها حار، في أسوان 33-21 والجو فيها أيضا حار، في الوادي الجديد 31-18 والجو فيها أيضا حار، وفي شلاتين 32-22 حار، وأخيرا في حلايب 28-20 وفيها الجو مائل للحرارة. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.